كان للزوج والزوجة ابنة صغيرة، لقد كانت محبوبة جدا وحظيت بالكثير من الاهتمام. وسرعان ما حملت المرأة وولد طفل صغير. مر الوقت وكبر الولد، فأصبحت الابنة غيورة جدا. قالت: أنا أكره أخي، أنت تهتمين به أكثر مني، أتمنى أن يختفي أخي إلى الأبد. كان الأخ الصغير يحب أخته وكان حزينا جدا لسماع ذلك. وبعد مرور بعض الوقت أصيب الأخ الأصغر بمرض خطير، ولم يكن هناك علاج لمرضه. بقي الأخ الأصغر في المستشفى. بكت الأخت عليه طوال الليل وقالت: لماذا تمنيت هذا الشيء الفظيع لأخي الصغير؟ بكت قائلة: إنه يحبني كثيرا وسيفعل أي شيء من أجلي. نامت الأخت وبدأت تحلم. كانت تمشي في الغابة وفجأة رأت ضوءا ساطعا. اقتربت من النور وسمعت صوتا يقول: أخوك مريض وسيختفي قريبا كما تمنيت. صرخت: لا، أنا آسفة، أنا أحب أخي صغيرة، أرجوك سامحني. وفجأة استيقظت الفتاة وذهبت لتطمئن على أخيها. ولدهشتها كان الطبيب يقول لوالديها: إن الولد سينبو. ركضت نحو أخيها الصغير وعانقته قائلة: أنا آسفة يا أخي الصغير. عزيزي المشاهد، إذا فاتك الاشتراك بالقناة فاتتك كل الحكايات الغامضة والمثيرة. تابعنا الآن ولا تدع الفضول يفوتك أو قد تندم لاحقاً.